السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام، تحياتي لكم جميعا. درسنا اليوم إن شاء الله هو كيفية تخطي حساب جوجل لهاتف هواوي ANE LX1 أو هواوي بيفان لايت. إذا لنبدأ على بركة الله إخواني الكرام، next نقوم بتوصيل الانترنت الان. إذا كما تلاحظون إخواني الكرام، هناك حماية جوجل. إذا لحل هذا المشكل إخواني الكرام، يجب الاستعانة بالحاسوب. إذا سوف ننتقل إلى الحاسوب لاستكمال الفيديو. سوف أترك لكم إخواني الكرام رابط هذا البرنامج أسفل الفيديو. هذا هو الرابط. سوف نقوم بالضغط على داونلود هذا البرنامج. أنا سبق أن حملته. ها هو حملته. سوف نقوم بفك الضغط عليه أولا. إذن أول شيء إخواني الكرام، هو يجب علينا أن نقوم بتوقيف حماية الحاسوب من هنا. مثلا اللي عنده شي برنامج الأنتي فيروس يوقفه. أنا كنستعن غير بويندوز ديفندر. هذا سوف أقوم بتوقيفه مؤقتا. سيتينغ. مؤقتا ريثما ننتهي من تخطي حساب جوجل لهواوي، وبعد ذلك نقوم بإعادة تشغيل برنامج الحماية. إذا قمنا الآن بتوقيف الحماية، الآن نقوم بتثبيت البرنامج. حبيت يس. Finish. ما هو البرنامج؟ إذا الآن إخواني الكرام، بالنسبة للهاتف سوف نقوم بفتحه لعملية تيست بون. وشدو
النقطة التي سوف نقوم بتوصيلها هي هذه اللي غادي نكونيكتاو مع لاماس في تيست بوان. هاد النقطة هادي سوف أذهب إلى هواوي هنا تيست بوان، ثم أختار الهاتف الذي لدينا هو ANE LX. ثم أقوم بتوصيل الهاتف عبر الحاسوب إلى الهاتف الحاسوب عبر كابل USB تيب سي كما تلاحظون. إذن أول شيء أقوم بتركيب البطارية هكذا، ثم أقوم بعملية تيست بوان كما قلنا. هذه هي النقطة والسالب، ثم أقوم بإدخال الكابل هكذا. إذن الهاتف متصل بالحاسوب بطريقة صحيحة كما تشاهدون إخواني الكرام. كما قلنا أن درنا ANE LX1 ندير روسيت FRP ثم عملية ستار. إذا كما تشاهدون إخواني الكرام، عملية إزالة FRP تمت بنجاح. إذن كما تلاحظون معي إخواني الكرام، تم عملية إزالة حماية جوجل تمت بنجاح. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.